السلام عليكم تعالى وبركاته. جينا اليوم نعزيو في الفنان الكبير القدير نور الدين بكر. نور الدين بكر اللي كيتعد من أفضل الفنانين الكوميديين في التسعينات. شكون فينا اللي ما شافش مسرحيات عدة منها شرح ملح اللي خلات الجمهور كيعيدها وكيزيد يعيدها وكيعود يكرر يعيدها باش يستمتع بالعرض اللي أداه بواحد الإتقان، اللي كان كيدير واحد المجهود كبير باش يوصل الفرحة للجمهور المغربي والشعب المغربي. نور الدين بكر الإنسان الخلوق الطيب الفنان بكل من معنى للكلمة. نور الدين بكر الرجل الذي ناضل في حق بلده في إعطاء رسالة عبر المسرح وعبر التمثيل. نور الدين بكر اللي كان كي يبان على الشاشة أو لا على المسرح إلا وكيخلي واحد البصمة اللي كيبقى يكررها الشارع المغربي كل حين. نور الدين بكر الرجل الفنان كيف ما قلت بكل معنى من كلمة. توفى اليوم على سن يناهز 68 سنة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكنتمنى وكل فنانة ديالنا المغاربة طول العمر والصحة، ونتمنى له فسيح الجنان إن شاء الله يا رب. الله يرحمه، الله يوسع عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.